هلاو الفناكيش ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو زوين، فيديو غزال، فيديو كيحمق بحالكم. كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتفرجوا فيا. المهم هذه بارت 2 من الفيديو اللي شاركت معكم قبل. كنت شاركت معكم تشالنج ديال الميك اب درتو في الطوموبيل، وهذاك المكياج كنت غادي نديرو باش نمشي به الاسبوع، وهنا راه كنا غاديين للطريق ديال الاسبوع، وبغيت نعلمكم ونقول لكم. المهم راه هذا الفيديو غنشارك معكم فيه الاجواء ديال الاسبوع الى اخره، كيفاش غيدوزوا وشنو غادي نديرو، شبعنا شطيح شبعنا رديح. المهم خليكم معايا، وكي العاده قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الزوينين الغزالين باش نضموا العائله الجميله ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين، ويلا خليكم معايا وغنشارك معكم حتى اللقطه الاخرى اللي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل، وبغيتكم كاملين تدوزوا تفرجوا في الفيديو اللي قبل حيت غيعجبكم، غيعجبكم وتموتوا بالضحك. انا دابا واش غنقدروا نصوروا لكم ولا لا ما نعرف، على حسب الاجواء نقدروا نديروا لكم بارت 2، نقدر نحس لكم الفيديو هنايا، المهم نحس لكم هنا تدوزوا بارت 2. يلا بونجور. فيسبوك غتخدم غتهضر في فيسبوك. فيسبوك قولي في الانستا عندك غادا في فيسبوك، عاودي قوليها في فيسبوك. دخل في التليفون، قولي التليفون. الشحاوية والغرباوية المنصورية. صافي من بعد ما جلست وسط من العونيات وغنوا عليا تعيا وحطوا لينا ما ناكلو، داروا الدجاج محمر، صراحه ما كليتش بزاف، مي المهم جا زوين. انا اصلا فاش كنمشي شي بلاصه ما كنقولش كنعرف فيها الناس، كنبغي غير نخرج. عرفتوا في هذه الوقيته دايره ماما الطياره، ماما عافاك يلا خرجوا، ماما صافي قنات ماما يلا. المهم راه حطوا لينا اللحم، ما كليتوش والله ما كليت منه، خديت منه شي لوزات. صافي حطوا الدسير، ما حطوا هادشي كثلات. شوفي ما نزيدش معك دقيقه يلا نخرج. المهم حنا خرجنا دابا واخيرا خرجنا، عرفتوا كنتني عامره قلبت من واحد الناحيه ولواحد الناحيه اخرى في وجهنا، وهادشي اللي كاين خليوكم معانا. راه مازال الشميشه طالعه، يلا 7:15 دابا. المهم راه فاش كنت كناكل وداكشي راه تمحالي العكر، يلا عاود تقاديتو الى اخره، قاديت شويه الحاله في لوطوروت. دابا مازال ما فهمتش كيفاش حنا يلا كنا في مدينه شويه دخلنا لوطوروت، شرحي لي كيفاش داكشي. المهم دابا حنا البلاصه اللي كنا داخلين فيها نقدروا نخرجوا منها ونمشيو في لوطوروت، حيتاش المقيله دايزين من الدروب الدنيا عامره، بعدا لوطوروت راه كتمشيو بسرعه زايده. صافي هنا كنا دزنا عند هيبي ديال ماما، كانت بغات تمشي تقاد عنده شي لعيبات، ولكن كان فات الحال حيت نتوما كتعرفوا كازا مع كبيره، وكانت هاد الوقيته راه باقي لها شي 7 وشي حاجه، راه ديجا ذكرتها لكم في الفيديو. يعني بالما وصلنا للبلاصه اللي فيها الذهيبي كان صافي وصلت 8 وكان غادي يسد عليها ماما، اجلت قالت صافي مره اخرى. من تما وحنا ندوزو عند واحد السيده كتعرفها ماما، كدير الحوايج وكتجيب الحوايج ديال تركيا عندها داك الشيء. واع حنا جينا لكازا وجينا سبات عند هاد السيده هذه اللي كتقطع عندها ماما ديما الحوايج، كتجيب الحوايج واعرين من تركيا. انا صراحه ما كتقطعش من عندها، كتقطع عندها ماما، ولكن غنولي نتقدم من عندها. نيت بصات الكورون هذا، هادي اول بياسه خديت من عندها، حيت مول فاش كنجي لعندها، ولكن مع دخلت حمقني المحل. واش شنو جبت لي اليوم؟
السلام عليكم، كي دايرين خواتاتي وبنياتي وصحاباتي ولي فان ديال نهيله الحبيبه ديالي، الله يحفظكم والله يكبر بكم، وشكرا على التفاعل ديالكم مع نهيله، كنشكركم بزاف بزاف. ومرحبا بكم عندي الاثمنه ديال بنات الشعب، ديال بنات الشعب كدير الاثمنه ديال بنات الشعب، والاثمنه جد مناسبه والكاليتي والجوده ما يهدروش فيها، والملابس التركيه وايطاليه داكشي غزال البنات. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. دوري شو وري دخلت وما كتجبد لي دابا تجي وريني شنو اللي عجبها. واعر هذا والله الا خاطر شحال داير هذا 100 درهم 100 درهم فن والله واعر. وفين شوفي هادو شوفي نهيله هادو غزاله هادي حمقتي هادي غزاله البنات هادي مع شي سناديله وشي صاك تجي واعر تجي واعر. هادي الثمن ديالها كتسقى 250 250 ديال التوب خطير 250. شوفوا هاد لي زاستراس اللي فيها لا فريمون واعر. لا ما قبل ما نهضروا عليها لا ما قبل ما نهضروا عليها. فين جا المحل ديالك نعيشو؟ المحل ديالي كيتواجد في السباته قرب مدرسه ابو قاسم الشابي بلوك اش قريه الجماعه كازا بلونكا. كازا بلونكا التوصيل كاين في المغرب كامل كندور ريبراج جميع المدن. وراه كدير حتى اللايفات في يوتيوب حتى خارج المغرب وكدير اللايفات في يوتيوب وكندير عندي قناه في اليوتيوب اخلي لكم قناه هنايا الله يحفظكم باش تدخلوا لعند راه كدير ديما اللايفات وكدير لايفات فيهم دي برومو واعرين وديما كتوريكم ديما كاين الصوت ديما والاثمنه جد مناسبه ومر ديما كتفرج فيها شي مره صور لكم شي لقطه ديال ماما يا ربي غير دير شي لايف هي الاولى سميرة ولات ماشي من الكليان ديالها ولات ختنا والله العظيم. لا شوفوا انا غنخلي لكم لاشين ديالها وانت كديري اللايفات قول لهم نهارات الجمعه والثلاث غير تدخلوا عند لاشين راه كديري حوايج واعرين ماما ديما كتقدم عندها خصوصا الامهات اللي متبعيني والبنيتات حتى البنيتات اللي متبعيني وكاع حتى الكرونطاي الكرونطاي عندهم حتى الكرونطاي يعني الا كانوا العيالات اللي ما كيلقاوش لي باي ديالهم راه كتجيب الكرونطاي وعندها السلعه واعره. انا دابا غادي ندير بكم واحد الجوله انا بعد هذا بعد دخلت بالي وطلع لنا شوفوا شحال الفن شوفوا شحال الفن حمق لي هذا الكورونا هادي الا كانت باغا تخرج تسخر ولا شي حاجه هادي واعره في اللبسه مريحه ماما كتحماق على بحال النقناط هادي واعره هادي مع شي شيب عرفتو الثوب خفيف ماشي زعما شي ثوب اللي تتحسوا به زعما خفيف الثوب ديالها وفريمون واعر. شو انا قسما بالله كون ما عجبتني السلعه ديالها راه ما 16 صفر واحد راه ما بيبليسيتا ما والو غير جات على غير بارازار وخاطرك اجي ديري معايا صوري معايا وجاتنا هي البنيه ديالي. شوفوا شوفوا شحال زوينه هاد الريشه هادي لا واعره بزاف حمقتني والله لفنا لا تجيك واعره ماما وفي نفس الوقت مستور يعني ما كيبينش فهمتوا. لا واعر خيط خطير انا عجبتني والله هادوك السيوات التركيين زوينين كيجيو سيوات يعني المحجبات البنات اللي ما كيبغوش لفنين انا هادو بغي نلبسهم مغيته بغي نلبسهم لفنا مريحين انا اي حاجه بحال هكا كتكون خفيفه وغزاله والثمن حتى هو زوين غير 230 درهم 230 درهم هادو ديال تركيا كنا كندير لهم تركيا شوفوا الثوب شوفوا فريمون واعرين. شوفوا هنا فيهم هاد ليزاستراس من الوسط وفيهم هنا الجويبات هذا ليزاستراس راه اوريجينال اوريجينال لا غزال حتى الثوب عرفتوا واعر الليكرا مخلطه مع القطن نتوما كتعرفوا الليكرا ماشي الليكرا اللي كتلصق الليكرا اللي كتلقطن زوين كاين حتى هاد الشكل هذا فيه ليزاستراس من الوسط وفيه ليزاستراس من الجنب هادي ديال نهيله هادي خطيره هادي شوفوا كيفاش كلوش من التحت شوفوا عاوتاني هادي هادي واعر شوفوا كيفاش دايره من التحت فيها الجلد هذا فيها الجلد من التحت كوير شوفوا عاوتاني هاد ليزاستراس اللي فيها هنايا لا فريمون واعره وطويل وعرفتو خفاف يعني خصوصا البنات اللي كيبغيو دوك الكسيوات اللي يلبسوهم يكونوا مرتاحين فيهم ويكونوا خفاف البنات المحجبات حتى البنات اللي عادي انا والله حتى فين ما كتشربوا شي حاجه بحال هادو والله حتى كنقلبس لها ونخرج بهم تيعجبوني تيجيو واعرين في اللبسه كاينين هاد السميجات هادو اللولان هادو زوينين فنيين يجيو مع شي صنباله ومع شي صاكين ديال البحر هادو ديال البحر واعر الثوب ديالهم خطير شوفوا الثوب الثوب واعر وخفيف البنات هادي لولان ديال لافي خطير شحال داير الثمن ديالها 170 170 درهم مخيره والله مخيره لا 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 شوفوا الاثمنه خطير الثمن ديالها خيالي الصراحه الاثمنه جد مناسبه بلا ما نكذبوا
وكاينين لي شال وعاوتاني هاد الشلان هادو اللي كيجيو بحال كاشكولات كيداروا مع السكن كيتهزوا مع السكن كيجيو واعرين مع لي شوميز كيجيو خطيرين كيداروا كاش مايو اشوف عاوتاني هاد الستيل هاد اللي فيه بحال السكن عرفتوا شبيه لكم واعر هذا شوفوا شوفوا شحال زوين حمقني الله يلا واعر فن اشوف هذا شوف عاوتاني هذا واعر وخفيف ماشي دوك الشيلان اللي كزمتو فهمتو خفاف شوف عاوتاني هذوك السيوات هادو شحال زويونين شوف شحال فنيين هادو فريمون واعرين للصيف شوفوا مستورين وفي نفس الوقت خفاف وشوفوا الديزاين ديالهم شحال زوين تما فيهم لي زاستراس بعدا باش كتحمق لي السلعه ديالها كلها بلي زاستراس يعني البنات اللي كيعجبهم داكشي اللي كيكون خفيف وفي نفس الوقت عاطي للعين لا لا شوفوا الكاليتي واعره فيها فيه هنا بحال الجلد هنا كاين بحال الجلد كتحسوا بالثوب زوين ونشوفوا الديزاين ديالو لا لا فريمون واعره واعره وفيها جويبات شوفوا الجيوبه تما فيهم لي زاستراس هادي غير مع الشيبان غينا بيضة غينا وصويك مريحة 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 شوفوا عاوتاني هاد اللون هذا شوفوا الجيوبة تا هما لا فغيمون حمقوني شوفوا حاجة كتنسيك في حاجة بعدا شوفوا حاجة تنسيك في حاجة انا بعدا هادي حمقتني بقات فيها غير حبة وحدة كنظن انا اللي غناخد هادي واخا طويلة عليا واخا نعرف نمشي نقص لها من الطول وناخد تحمقتني لا حمقتني هادي ميور عشرين فين غادي نتلقاوها كولور وبغي لي طايس من الميديوم حتى الاكس ال هذه لا شوفوا بحال هاد الكساوي ما تلقاوهمش ب 100 درهم لا ما نكذبوش والله ما تلقاوهم حمقتني شو شحال زوينه واعره واعره ها كاينين هاد الجلبات هذه الجلبات 150 درهم سامبل وزوينين شوفوا لا غزالين فيهم هاد لي دو كولور مازال كندخلو ديما كل سيمانه كندخلو الجديد لا شوفوا كل مره في ما تدير شي لايف ديما تيكون الجديد يعني كل اسبوع كدير لايف ديما الجديد تيكون داخل بغيت تعرفوا الجديد ديالي تدخلوا القناه ديالي انا غنخلي لكم لاشين ديال هرديجه قلتها لكم سوزانا مول انا غنخلي لكم لاشين ديالها هنايا مكتوبه باش تدخلوا عندها نيشان واكتيفيو الجرس باش فين ما تلوح شي لايف تدخلوا نتوما الاولين تفرجوا كاين البنات الصغار كاين الكبار حتى نتوما البنات الصغار اللي كتفرجوا فيا وريو لماماواتكم ديال البحر يعني ديال البحر جاي باغي يسوي البنيزات صافي لا شوفوا عند السلعه واعره شوفوا لي عاوتاني هادو شوفوا هادو شحال خطيرين شوفوا شحال كلاس او شوف شحال فني حبقتني هادي مع دخلت قلت لهم علاش ما خديتيش هادي حيت فريمون واعره شوفوا او تا هادو فنين شوف شحال زوينين هادو سبور واعرين هادو مع شي سبرديله يجيو خطيرين شوفوا شحال واعرين ناري السلعه ديال تركيا واعره وما تلقاوش زعما اللي يجيب لكم بحال هاد السلعه وبحال هاد الكاليتي ما يمكنش كتلبسوا شي حاجه ما دايراش يعني ماشي اي واحد والاثمنه جد مناسبه شحال دايره هاد هادو درت لهم 180 درهم لا لا واعرين 180 درهم والله تعاوت كيما خلاوها واش هادو 300 درهم كانوا 300 درهم لا لا واعرين او هادي فنه شوفوا شحال زوينه واو خطيره تاي فيها الكوير كلهم فيهم الكوير وكتلقاو فيهم الجويبات شوفوا الجيب ديال هذه وشوفوا الثوب ديالها تاهي شحال زوين فيها الديزاين هذا ديال هاد الوجوهه واعره شحال دايره هذه 180 لا فريمون خطيرين انا حمقتني هاد الكحله واعره بزاف كتستغلوا الوقت تبقاوش تقلبوا وتحمقوا في راسكم تلبسوا غير هادي مع شي سبرديله وشي صويك وتخرجوا احسن حاجه شوفوا عاوتاني هادي شحال خطيره ناري هادي حمقتني 100 درهم قلتي طاي ستوندار طاي ستوندار هادي حطها غنخدها واو حمقتني عرفتوا فيها هنا بحال لي كولور بعدا صيفيين فيها الديزاين هذا زوين وخفيف والتوب ديالها خفيف ماشي شي توب اللي كتحسوا به كزمت عليكم هذه لبستها غير مع شي صاك شي سنيضيله ديال القطن زوينين شوف هادو واعرين شوف شحال زوينين
لا لا دوك فني انت مو ماشي سروال كحل يجيو خطيرين. لا لا فريمون واعرين. فيهم الوان فيهم الخضر، شوفوا الخضيضر شحال زوين. هادو الوان صيفيين، لا فريمون الوان صيفيين. وفيهم حتى الزرق، الزرق حمقني، شوفوا شحال زوين. لورونج شوفوا شحال زوين تما. لا الوان حمقوني فريمون، الوان واعرين. شوفوا عاوتاني هاد الكولور هذا شيبي زوين. هذا ادوغا مع شي كولون، والله غير مع شي كولون وشي سبرديله يجي واعرين. وهنا بغيت ندير بكم واحد الصور اخيره باش نوريكم لي بياس كامل اللي عندها عرفتو. وحق الله العلي العظيم ماما ديما كتشكرها ليا وكتقول لي الحوايج زوينين، الحوايج ديال تركيا وما كنتش كنمشي معاها، ولكن منين مشيت وشفت السلعه تصدمت. خديت شحال من بياس انا غادي نشاركها معكم. دخلوا عند لاشين ديالها راه كلشي عندها واعر. ساشا سكتي خليني نهضر مع المتابعين. كلشي عندها فن، وراه مازال عندها جهه اخرى فيها حوايج اخرين، وما حدكم كتقلبوا نتوما كتزيدوا تحماقوا. عندها الحوايج ديال البنات، عندها الحوايج ديال الامهات، عندها الحوايج ديال المحجبات، عندها حتى لي غونطاي. انا غنشارك معكم شنو خديت من عندها، راه كلشي عندها خطير. مع شنو خديت انا؟ خديت هاد الكسيوه هادي، كلشي خديتو كسيوات. هادي البري ديالها 100 درهم. خديت هادي اللي ديجا شاركتها معكم في لا فيديو، حتى هي ب 100 درهم، ما قدرتش نصبر بلا ما ناخذها. خديت حتى هادي، عرفتوا هادي شحال جاتني واعره في اللبسه ما نوصفش لكم. دابا تخيلوا معايا ثلاثه ديال الكساوي 300 درهم بثلاثه بهم. وخديت حتى هذه ديال شانيل اللي شاركت معكم، قلت لكم هذه يمكن انا اللي غناخذها اوفري خديتها حيت فريمون واعره. وخديت حتى التيشيرت هذا راه ديجا شاركته معكم، انا نوريه لكم. في هاد لي زاستراس هادو فريمون واعر بزاف. وخديت الكولون اللي كنت لابسه نيت باش خرجتهم من اللي لبست، صراحه واعرين ما يمكنش حمقوني حمقوني. شوفوا هاد لي زاستراس اللي فيهم هنايا فريمون واعرين بزاف. مزيان عندك مو ساندويتشات اللي كاين هنايا في حي الفرح، كاين عنده الساندويتشات ديال الكفته وديال الطيحان، المهم هو ديال لادان. عرفتي واحد الساندويتشات بنان واعرين، وهذا ديال الطيحان. ايوا دابا غادي ناكلو هادشي اللي كاين. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. تسناو راه كاينه بارت 3، راه جبت النقاشه عرفتوا، راه مازال جاي فلوج جديد واعر. فعلوا الجرس باش يوصلكم، راه غنشارك معكم هاد اليومين هادي اللي جايين. يلا نوحي لكم، تهلاو فراسكم، باي.